الان يقفي خط وسط الزعيم الاسطورة احمد خالد. احمد خالد ما يحصلها. سيف لاحمد خالد، لاحمد خالد. احمد بيحاول يمر. احمد خالد مثل ما ذكرت، احمد خالد هذه كرة ناحية احمد خالد ما يحصلها، راح يخرج احمد خالد. احمد خالد الظهير العصري في خط دفاع الزعيم الأسطورة سالم عمر. سالم عمر، سالم عمر، اللعب لسالم عمر، سالم عمر، سالم، هذه كرة بيمر فيها. سالم عمر، سالم بيحاول يعدي، بيحاول يعدي سالم. ناحية سالم عمر، سالم اليمنى لسالم عمر، لسالم عمر مرة ثانية. سالم بيحاول يعدي، يعدي سالم عمر، يعدي سالم، وبيلعبها سالم عمر في التنفيذ. سالم كان خط وسط الزعيم الأسطورة عبد القادر سالم لابرك في الجهة اليمنى ناحية عبد القادر الذهب، عبد القادر الأبرك، عبد القادر الأبرك، عبد القادر، عبد القادر سالم، ويرجعها في وسط الملعب لعبد القادر سالم، عبد القادر، وخطأ لصالح فريق نادي ظفار. شايف عبد القادر الجهة اليمنى ناحية عبد القادر سالم، عبد القادر لعبد القادر، عبد القادر سالم بيحاول يمر، بيحاول يمر عبد القادر لعبد القادر، قادر سالم. شكرا لكم، نلتقي غدا، كونوا في الموعد.